وهادشي يعرفوا الاخوه الكاملين، ولكن حيت الاستقلال اعتبروها مدرسه. فهي دوزنا فيها واحد المرحله مع اخوان واستفدنا منها. فمن بعد تما طرحت اقترحت على عبد الرحمن حجيره والسي الفنان الله يرحمه، وقلت له ودي علاش ما ديرش واحد المجله، مجله داخليه نبقاو نوزعوها، سميناها التعادليه. هاد المجله كنت نديرها فوتوكوبي. اييه فوتوكوبي ولا لا بستنسيل، ستنسيل كان ستنسيل بزاف ستنسيل واحد لا ماشين كنت ديرها وكنت تنسخ واحد العدد. من سنه؟ بدايه الثمانينات. بدايه الثمانينات درنا التعادليه، وكان ضمت معايا كمساعد معايا في الكتابه رشيد زمهوت. اييه اللي كان التحق التحق كان زميل كان في شباب الاستقلال وكان في اتحاد طلبه المغرب.